ببركة من الرب وبوضع يد سيادة المطران جوزيف جبارة، تم صيامة الشماس بشارة سليم حداد كاهناً على مذبح الرب، وذلك في كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكي الكاثوليك في أم السماق. اشترك في الخدمة لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، واقتصر الحضور على أهل وذوي الكاهن الجديد، حيث جرى نقل وقائع هذه الخدمة على الهواء مباشرة عبر قناة نورسات ووسائل التواصل الاجتماعي، ليتسنى للجميع المشاركة الروحية في ظل الأوضاع الراهنة وحفاظاً على سلامة الجميع. أول مهمة مطلوبة من الراعي هي مهمة التعليم، يعني الراعي بده يكرز على رعيته، بده يوعظ، وحتى يقدر يوعظ الراعي بالرعية بده هاي بيقدر يحكي شو ما كان مرة واثنين وثلاثة بالسنة، ولكن الناس بتمل ومنا سهلة الناس تنجذب وتسمع. ده سبب واجب الكاهن أولا أنه هو يدرس كلمة الله. من واجباته أيضا الراعي أنه يسهر مش بس على الوعظ بالكنيسة، كمان على مسألة التعليم، كيف بده يعلم، مش تعليمه الخاص، يمكن عنده أفكاره، المطران عنده أفكاره والخوري عنده أفكاره، ولكن الراعي بده يعطي تعليم الكنيسة، ما بيحق له يعطي تعليم شو ما كان ويكرز شو ما كان ويلقن الرعية أو الصغار بالرعية الأولاد شو ما كان. في تعليم كنسي بده ينتقل من خلال الراعي إلى الرعية. إذن حياة الكاهن المتزوج ما بتعود كلها لعائلته، بده يعرف يخصص جزء كبير منها من أجل الرعية، والرعية والعائلة كمان هي بدها تقبل بهذا الشيء، بدها تقبل أنه في ناس عم يتقاسموا لي بي مش بس لألي، هو بي لكل الرعية. إذن اليوم باسمي واسم الكهنة منحب نهني سليم حداد على هذه الرسامة، منهني عائلته أم وأبوه وزوجته وأولاده، منهني الأبرشية بهذه الرسامة الجديدة على مذبحها، حتى نقدر منصلي له كمان اليوم حتى ربنا يوفقه بحياته، منصلي من شان عائلته كمان، نحملهم بصلاتنا حتى الرب يكون إلى جنبون. أمين. أكسيوس 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 مستحق.